صباح الخير، كل الخير. صباح الخير عليكم مشاهدينا وين ما تكونون، يا رب يكون يومكم جميل وسعيد ومليء بالفرح الحقيقي اللي خارج من القلب. صباح الخير عليك. صباح الخير بلال، صباح الخير مشاهدينا، ان شاء الله يكون يومكم مليء بالطاقه الايجابيه ومن هذه والامنيات الحلوه. ومن هذه الامنيات هو تطوير الذات، فمنو بيكم فكر يحقق انجاز شخصي ينحسب اليه؟ احيانا يكون هذا الانجاز جزء بسيط مو معقد، لأن كل خدمة تقدمها لشخص هي بحد ذاتها إنجاز. وأحياناً بعض الأعمال الصغيرة والإيجابية أيضاً هي إنجاز، مثلاً ممكن تساعد شخص قريب عليك أو شخص غريب أو مجرد تتعامل ويا حيوان بشكل لطيف، أكيد هذا راح يخليك يعني صدق تحس بنفسك انه انت مسوي انجاز للشخص الاخر. هو اي عمل انساني سواء كان على المستوى الشخصي او على المستوى العام هو له اثر نفسي ايجابي وهو انجاز بالنهايه. هم يقال يعني انه اللي ينطي اشياء ايجابيه راح ترجع له وراح تنطي اكثر، وهذا الشيء اللي نحاول ناكد عليه من خلال حلقتنا لهذا اليوم. لكن نروح للعناوين. مشاكل نفسية وأخرى صحية، مخاطر استخدام الأطفال للأجهزة الذكية، التكنولوجيا وصناعة الذكاء، لماذا يتفوق علينا أبناؤنا إلكترونيا؟ من محمية أربيل إلى أسواق بغداد، رحلة الاستكشاف ومتعة التسوق. المتحف العراقي، عندما تحتضن الجدران كنوزاً عمرها آلاف السنين. يمكن أكثر شيء حكينا به بهذا البرنامج اللي هو أكثر ما يشغل بال الآباء والأمهات في الوقت الحالي هو إدمان أطفالهم على استخدام الهواتف الذكية، وهذا الاستخدام اللي أثر سلباً على أطفالنا اليوم. المشكلة شلون نقدر إحنا أصلاً نسحبهم من هذا الجو ونخليهم بأجواء على الأقل بعيدة عن هذا العالم الافتراضي. بصراحة الموضوع كلش صعب، لأنه غير عن فترة الحجر وحتى قبلها الآيباد والأجهزة مثل البلاي ستيشن وغيرها. نعم. دخلت بعد لكل بيت، وحتى الطفل اللي ما عنده بلاي فهو يشوف أقرانه أو قرايبه أو أصدقائه أو حتى أطفال الجيران، فيجبر أهله حل على اقتناء تليفون خاص به أو آيباد أو جهاز من أجهزة الألعاب. بصراحة يعني صعب بعد تسيطر عليهم، يعني هسه الطفل هو اللي صاير يسيطر على الآباء وعلى قراراتهم. وخاصة اليوم الطفل صار من تريدين تحاججي أو تريدين تحكين وياه بطريقة أي طريقة كانت راح يحاججك، وأجوبته غريبة من قد ما عندما كم من المعلومات الهائل اللي دخله من السوشيال ميديا. يجوز بعضها إيجابي، لكن الكثرة من عندها صراحة دائما تأثر سلبا. خلينا نشوف. طبعا كثير بلال انت بتحكي على البرامج وعلى الاجهزه، بس هي اكو هوايه تطبيقات انطلقت بيها هوايه اوبشنات لحجب المواقع والاحداث والمقاطع والالعاب اللي ما تتلائم ويا عقل وتفكير الاشخاص دون سن ال 18. بس هذا الشيء ما يزال الاباء والامهات يعانون من عنده ويعانون من مشكله خطر هذه الصور والفيديوهات على اطفالهم ومستقبلهم. تسليح الاطفال بتطبيقات جديده للتحكم باستخدام الاجهزه الالكترونيه عن بعد لم يعد مجدي، وبالنهاية الطفل صار هو اللي يملي عليه بعض الأحيان محتويات غير مرغوبة ومن أطفال بعمره. بهذه الحالة شنو اللي ممكن يفعله أولياء الأمور؟ تطبيقات التواصل الاجتماعي تقيد
استخدام المستخدمين حسب العمر، بعض التطبيقات تسمح ل 16 عاما فما فوق، بعض التطبيقات 13 عاما فما فوق. ايضا هناك ميزه التصفح الرقابه الابويه، الرقابه الابويه على اجهزه اطفالهم، هنا يتيح للاباء مراقبة أطفالهم، أوقات الاستخدام، التطبيقات التي يستخدمونها، حجب المواقع الغير مسموح لها، استخدام مراقبة تصفح الأطفال، تقييد أوقات النوم للأطفال. الكثير من الآباء يعانون في استخدام مثلا لعبة بوبجي في الفترة الأخيرة، يحملها الأطفال بينما هي مقيدة بعمر 13 فما فوق، لا تسمح ب 13 سنة فما فوق المسموح لهم بلعب لعبة بوبجي. تطبيق تيك توك شاع في الفترة الأخيرة، انتشر بشكل فيروسي بين في المجتمع خصوصا في المجتمعات العربية، هو يسمح بعمر معين، بينما في العراق الأطفال يستخدمون تيك توك غالبيتهم لا يتجاوزون العمر المقيد 13 عام فما فوق، بينما عند المفروض عند استخدام الرقابة الأبوية يتم حجب التطبيق من منع الطفل من استخدام هذا التطبيق. الانترنت صار أحيان في أحيان كثيرة يربي أكثر من العائلة والبيئة، هو مو بس رب الأطفال، هو ربانا وغير هواية أشياء بداخلنا وطريقة تفكيرنا تقريبا. يعني صعب تقدر تملي على الطفل شنو اللي يريده وشنو اللي أنت ما تريده، والطفل مرات ينفذ بدون أي نقاش، ويمكن العكس يشعر بإنجاز الشيء اللي دي يسويه لأنه مواكب لما يفعل كل الأطفال في العالم. هذه هي الحيرة الحقيقية، لأن منع طفلك من التليفون ممكن يصيبه بمشاكل نفسية ويحاول يبحث عنه من وراء ظهرك، وممكن يسوي أشياء تندم عليها أنت بعدين، لأن كل ممنوع مرغوب، وراح يشعر باختلاف عن أقرانه وتأخره عنهم، ويصير هنا صراحة شغل الشاغل شلون يحصل على التليفون. بصراحة أنا هواية شايفة عوائل يفكرون أنه يغيرون من نمط تربية أولادهم. شلون؟ يقالوا احنا يعني بعد ما نريد انه ننخرط ونصير حالنا حال الباقين، وما نريد اولادنا يتعودون على الاجهزه الالكترونيه، فاحنا نمنعهم ننطيهم مره بالاسبوع. ما اعرف انت شو تشوف هذا الشيء صح لو غلط؟ صراحه المنع مو صحيح ولا راح يجيب نتيجه. مو منع، هم اصلا يعني لازم بدائل اكو، ما معوديهم على شيء اسمه العاب الكترونيه وانترنت ويوتيوب. دول يجوز عايشين بمكان يعني كل شيء. انا اشوف هذا الشيء مو صحيح. لا طبعا المهم انه الطفل يواكب. هي بالمناسبه ترى هو مو كل شيء سلبي. يعني انا اليوم اشوف انه هذا الطفل يعني يختصر وقت كلش كبير بالمعلومات. يعني احنا يجوز فترة طويلة من عمرنا يلا تعرفنا وشفنا أشياء هواية بالحياة كنا ما شايفيها، لأن ماكو وسيلة نقدر نشوف من خلالها. اليوم الطفل بهذا الموبايل يقدر من خلال فرضا اليوتيوب يشوف العالم كله وتجي معلومات، سواء كان عن طريق اللعب، عن طريق الفيديوهات، أفلام الكارتون. يعني هذه فد نافذة أنا أشوفها رهيبة، كبيرة وواسعة. يعني ممكن أكيد تتخللها هواية أخطاء، تتخللها هواية معلومات ما لازم توصل للطفل في عمر معين. خلينا نشوف شنو التطبيقات اللي تتوصل للأطفال. من الألعاب البلاستيكية إلى الألعاب التفاعلية، هكذا كان الفرق الذي حدد طفولة جيلين تباينوا في المهارات بقدر تباين ألعابهم أوقات الطفولة، ليكون الجيل الأخير يملك من المهارات التي تتعلق بالوسائل الإلكترونية ما يزيد عن ذلك الذي يملكه البالغون الآن وبمستوى عام. بحسب دراسة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الأطفال ممن تبلغ أعمارهم 6 سنوات يملكون قدرات على فهم التقنية واستخدام التطبيقات والألعاب الإلكترونية أكثر من الرجال ذو 45 عاماً فما فوق. أمر سهل وجوده انتشار التقنيات الإلكترونية لجيل ما بعد 2000. رئيس مركز بحوث مؤسسة أوفغوم التي قامت بالدراسة بيّنت بأن هؤلاء الأطفال ولدوا في عصر التكنولوجيا والاتصالات، وبالتالي فإن تطورهم أصبح مختلفاً جذرياً عن تلك الأجيال التي سبقتهم. لكن هذه الأفضلية لا تأتي دون مرافقات سلبية، منها الوحدة، الاكتئاب، القلق المزمن، وأيضاً
بعض المشاكل النفسية الأقل حدة وخطورة، ولكن لا تقل كثيرا، حيث بيّن الصحيفة الاندبندنت البريطانية أن الأجيال الجديدة تميل إلى استخدام التقنيات بشكل أكثر إفراطا من أقرانهم السابقين، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية وحتى الجسدية. تعال الأصوات المحذرة من خطورة إدمان الهواتف الذكية وتأكد باستمرار على مخاطرها الصحية والنفسية اللي قد تصل إلى درجة الموت بعيد عن كل الناس. خلونا نتعمق بتفاصيل هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا بالاستوديو المشرفة التربوية شيماء سعدون حمد. أهلا وسهلا بيك. حياك الله. صباح الخير عليك ست. هلا حبيبتي. مثل ما شفتي بالتقرير السابق كنا نحكي على الأجهزة الذكية والعالم بشكل عام شلون تغير والإنترنت وتأثيره على الأطفال. تشوفين إنه هذا الشيء إيجابي وصحي في عالمنا اليوم؟ أكيدا إحنا لازم نواكب العصر، ما يصير نمنع أطفالنا عن ما يصبو أو ما يتحرك إليه العالم، ولكن هذا تحركهم وهذا ميولهم وهذا اتجاههم لازم أوظفه كمسؤول، أوظفه كرب عائلة، أوظفه كأي إنسان متبحر أو له علاقة في هذا المجال التكنولوجي. فنستطيع نحن كتربويين أن نوظف هذه التقنية لأجل خدمة التلميذ أو لخدمة الطفل. شلون؟ إيش كيف يعني؟ على سبيل المثال أوجه أنا كما أولا كأب. نعم. كيف أراعي ابني أو طفلي أو ابنتي في هذا الناحية؟ أول شيء أنا ضد المنع نهائي، لكن المراقبة الذكية كيف تكون المراقبة الذكية؟ أنا من حكون كأنما شرطي على الطفل، كل ممنوع راح يصير مرغوب. فأتي بأسلوب شريك وليس مراقب للطفل. يلا ماما، يلا حبيبي، خلنا نتفرج أنا وياك، شوف إيش دين نلعب، شوف إيش دين نسوي، إلى أن أشعر ابني بمحل ثقة بيني وبينه. هذا أولا. ثاني شيء ما أخلي الوقت الاستخدامه للأجهزة مفتوح، خلاص أعتبر استخدامه للجهاز كمكافأة على أن لا تتجاوز الساعتين باليوم كحد أقصى. أما ضد فوق هذه الساعتين فهذا دمار 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 لذكاء الطفل، للمواهب اللي ليش ذكاء الطفل شنو مثلا شو يأثر على ذكاء؟ حيمنع التفكير. ليش؟ حيعتمد عليه انه شيء يريد حيحقق لهذا الجهاز. زين بس انا اشوف غير شيء، يعني انا اشوف انه احيانا نعم الطفل محتاج هذا الوقت اكثر، بحيث اكو كثير من الجوانب عن طريق الانترنت يقدر يتعلم بيها. انا هسه بنتي دا تتعلم انجليزي، تمام، دا تتعلم دا تراجع دروسها، تمام، ونفس الوقت دا تلعب وبنفس الوقت دا تشوف روايات وقصص هذا اللي اقصده يا استاذي الكريم. هذا ما يقلل من ذكاء، اسمح لي، هذا اللي اقصده توظيفه، التوظيف الصناعي، الذكاء الصناعي لاجل تنميه الذكاء الطبيعي. حتى نفرق بين تحديد الوقت لأنه كموبايل وتحديد الوقت كألعاب. ساعتين أي. متواصلة ساعتين متواصلة حتى لو كان الطفل دا يدرس مثلا من خلال الجهاز، حتى الدراسة عن طريق الموبايل أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق التعلم عن بعد ما يتجاوز الساعتين متواصلة. إحنا لازم حتى إحنا حاليا تعرفون دا نستخدم المنصة التعليمية الدرس ما مطول 45 ثانية فقط. نعم. بعد 45 ثانية لازم يقطع الاتصال بالجهاز، يروح يؤدي لأي حركة. نعم. أي لعب، أي نشاط آخر. نشاط حركي. زين. حتى من يرجع يستقبل يكون متحفزة جميع حواسه لاستقبال شيء جديد. أوكي. نعم. زين شنو النصيحة بما أنه يعني إحنا هسه اليوم في عالم عملي جدا. نعم. يعني اليوم المرأة تشتغل والرجل يشتغل، الأب والأم، الأغلبية وظائف سواء كانت حكومية أو خاصة وساعات طويلة من اليوم، شلون يتعاملون يعني ويا أولادهم باستخدام الهاتف الذكي؟ يعني أول شيء أنا لازم دائما أكون صديقة للطفل. كأم لازم أكون صديقة. أنا من شغلة أنا دائما ما موجودة مثلا من الصبح للظهر أو للعصر. إيه مو مشكلة، بعد ما تأتين بعد ما تتواجدين وياه
خلي وقتك من تكون متفرغة من العمل كله للطفل. حتى بعملك المنزلي شاركي ابنك معك. من الصبح للعصر هو يلعب بالآيباد. ليش من الصبح للعصر؟ أكيد. إذا مثلاً أقصد إنه مثلاً قلة التواجد. إي هذا. قلة التواجد. مستحيل حيكون وحيدة بالبيت. لازم أكو فد شخص إلى رقيب. إضافة لهذا شيء أكو تطبيقات هي تمنع دخول الطفل لهذه وتجي شعار إذا دخل لأي موقع أنت حاضرته. نعم. فحتكون انت اصلا حتى عن بعد انت مراقبته كيف بده يدخل، كيف بده يتعامل مع هذه الاجهزه. اذا انا مامن اكو في التطبيقات اكو فد احترازات متخذتها معه، خلي 6 ساعات انا بالعمل، مو 6 ساعات متواصله حيكون بيها. وحتى وان كان ده يدخل بشكل متفرق انا حتكون عندي يجيني علم انه وين ده يدخل على شنو، لان من البدايه مامن الجهاز قبل ما منطيتي. بالمناسبه على التامين وعلى المراقبه، نعم، اكو ابلكيشن صغير هيك كلش صغير ما يبين. هذا ممكن يتخلى بالموبايل اذا كان لاي شخص تريدين تراقبي. مو ابلكيشن قصدك، مثل شريحه؟ لا ابلكيشن تنزلي. تطبيق. تطبيق انزله. ايه تنزلي بالموبايل، راح يصير موبايله كله يمك وتشوفين كل شكو شيء يصير ويدور حلو حلو. نظام مراقبه انت حتى ممكن تشغلي الكاميرا. تمام. من يمت شغلين الكاميرا شوفين حركته. هو وين هو دي حركته. فإذا 6 ساعات هذا أنا ما أعتبره فد سبب إنه أنا من شغلة عن الدوام، أنا من شغلة بعملي وابني، لا. حتى وإن أنا بعيدة حتى يحسس هو شنو. هذا هنا يدخل إهمال يعني. إهمال. هو ترى بكلها الإهمال. أوكي. حتى المتفرغ هسه كثير من عندنا اللي دا يعمل بالله عذره وياه، لكن اللي قاعدة بالبيت والأب اللي متفرغ يجي أوقات ساعات طويلة إنه موجود ويا أولاده. نشوف من شغل عن أولاده وملتهي هو، صح لولا؟ سؤال من وجهة نظر كلش مختلفة. نعم. هسه أكو صراع بين الجيل الحالي وبين الأطفال الموجودين، لأنه يعني إحنا مثلاً خلينا نقول جيل ما تربى على الآيباد ولا على الهاتف. يختلف. هل تتوقعين بعد 10 سنوات راح يكون هذا الصراع؟ يعني الأجيال هسه الأطفال راح يكبرون وراح ينشئون أيضاً عوائل. هيجيهم أيضاً تقنية أحدث، هيجيهم جيل متطور أكثر من عندهم. زين ليش إحنا يعني مثلاً دائماً نقول نتعامل بالموضوع من منطلق خلينا نقول مو سلبي، وإنما يعني دائماً إيه الجيل الجديد هو الخطأ يعني لازم يطلع. إيه ليش؟ لأن بعد دائماً إحنا عندنا بنظرنا أني صح، أني صح. وكل شيء يخالفني خطأ. حتى أطفلي وليش مو مثل لو نجوز من شغلة المقارنة ما بيننا وما بين أولادنا. نعم. حتى أكو يعني حكمة نقول الإمام علي، ربوا أولادكم بيجيلهم لا بيجيلكم. نعم. لأن جيلنا يختلف كليا. هو هذا الموضوع اللي أنا بصراحة شوي أختلف وياك. يعني أنا بصراحة بالإعدادية الله عرفت الإخوان غريم اللي كتبوا هذه القصص المهمة والروايات اللي صارت أفلام كارتون سندريلا وهذه التفاصيل. زين. أنا بدي هسه بالابتدائية وتعرف إخواني. زين هم زين، هل يا ترى أجي أحاسبها لازم أقولها لا تتعلمين المصيرين بعمري يلا أتعلم هاي الأشياء؟ إيه هو دا أقول خلينا نعطيهم فرصة شوية معلومات. بالضبط، يعني لازم نوظف هذا الذكاء الصناعي، لازم أوظفه. زين أنت عندك تجربة؟ إي نعم. يا ريت تسولفينا عليها. الحمد لله والشكر، احنا نعرف جائحة كورونا وما حل بها وما حلت بالبلاد تبعاتها أكيد وبصورة عامة بالعالم كليته. نعم. انقطع الدوام. أوكي. أطفالنا تركوا الدراسة مجبرين. نعم. زين هل يا ترى احنا كمسؤولين نتركهم؟ لا. بالنسبة للصفوف الأولية على نفق ضمن اختصاصي، هذا الطفل شي يحب طبعا بالمناسبة من التقنيات. أول شيء يتابع الكاميرا، يستخدم كجهاز. شي يستخدم من عنده؟ يستخدم الكاميرا ويستخدم مشغل الصوت ويستخدم بعض مواقع التواصل الاجتماعي. لأنه مو مثل الكبير عنده مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب. زين أنا هاي رغبته، ليش ما أشبعها بأشياء مفيدة إله، بأشياء تنمي قدراته ومواهبه اللي كان مفروض يستخدمها. فارتيت، وطبعا احنا ككادر تعليمي والسيد الدكتور مدير العام لتربيتنا فكرنا في ايجاد حلول. فعديت قصص. زين حلو. عديت قصص تتناول الحروف الهجائيه على اعتبار انهم ما اكملوا اكتسابهم لهذه المهارات. ممتاز. عديتها باسلوب قصصي، طبعا شنو؟ اسلوب مشوق، المحتوى يجذب التلميذ. لو مكتوب لو شنو؟ طبعا هو حر. أنا عديتها وفق رابط، الرابط انطيته للأهل. أوكي. وخيرتهم كل إنسان وميوله. أوكي. صار تفاعل بالموضوع؟ جدا جدا جدا، أخذت نطاق واسع. حلو. يعني ما شاء الله. وهاي القصص
تقدر انت يحب شلون يوصلوا لها الناس؟ على موقع المديريه نشرنا الرابط. اها زين، مديريه التربيه غير. تربيه الكرخ الاولى نشرنا الرابط وشجعنا الاهالي، طبعا دور الاكبر الاهالي بالتواصل مع هذا اجتهاد شخصي من حضرتك صحيح؟ طبعا. انت بالعكس تشجعين الموظفين الاخرين اذا عنده مثلا موهبه كتابه، موهبه، وطلعت كثير من المواهب من الاطفال. ليش اقول لك هذول يعني خزين وكان زياد لابد من استثماره، فهذه القصص صارت متاحه لدى الجميع. منها اللي قدر يسحبها على ورق، منها اللي نزلها على التاب، ومنها اللي نزلها على التليفون، ومنها حتى اللي نزلها على اللابتوب، ومنها مباشره من الفلاشه وعلى الشاشه قام يبثها لابنها. ممتاز. حددوا طلبتي من الاهل شيقرون اطفالهم يصوروا لي اياه ويبعثوا لي اياه زين، واني انشره. ممتاز ممتاز حلو. هذا الطفل هو ليش دا يريد يتابع هذا التلفزيون؟ لانه يشوف مشاهير منشورين ودا يتابعهم. زين ليش ما انطي حافز يكون هو ايضا مشهور شخص. وهو ايضا منشور ودا يشوفه من يتابع. نعم. فتدرين هذا الطفل طاقه 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 أكيد. طبعا قصص جميله بالوان جذبته ايضا. بدا يقرا، بدا تروح المنافسه. نعم. ما بينهم اليوم حلو. هذا حلو. هذا صديقه انا صراحه يعني حتى اخذنا اكثر من وقت لان يستحق هذا الموضوع. ان شاء الله صراحه نشكرك. ونتمنى انه دائما هيك اكو ناس مثل حضرتك ان شاء الله اكو ان شاء الله كثير شاء الله. اللي خيرين وكثير اللي همهم على بلدهم. شكرا لك على شكرا. تواجدك اليوم ويانا وكل التوفيق شكرا لك. موفقية إن شاء الله. شكرا. الله يبارك فيكم. طبعا الافراط باستخدام الهواتف مثل ما ذكرنا يمكن له اضرار صحيه وليست فقط نفسيه، يعني ايش قد ممكن واحد يفكر انه هذا الشيء اثر على نظر الطفل اذا يبقى ساعات طويله، ومو بس على عينه حتى على يمكن صحته بشكل عام، والتعرض للاشعه المنبعثه من الهاتف فعلا والشاشات وحتى التلفزيون والالعاب الاكس بوكس و بلاي ستيشن وهذه التفاصيل مضار كبيره على نظر الاطفال. بس السؤال هنا شلون تكشف انه ابنك يعاني من مشكله بنظره وخصوصا لو كان بعمر صغير؟ عيون الاطفال هي نافذتهم على العالم، والاهتمام بها جزء من الاهتمام الكلي بصحتهم، ولكن قد تتعرض العين لبعض المشاكل التي يمكن اكتشافها وتداركها مبكرا، مثل ضعف النظر عند الأطفال والذي قد يؤثر على مهارات الطفل التعليمية والدراسية، يؤدي إلى معاناته من صعوبات التعلم والتي ترجع لعدم قدرته على الرؤية بوضوح، والشعور بالتعب وبذل الكثير من الجهد للحفاظ على تركيزه والحفظ. وتلعب العوامل الوراثية دورا في الإصابة بضعف النظر، وهناك عوامل أخرى للإصابة بضعف النظر مثل أعتام عدسة العين والضمور البقعي والتهابات الشبكية والحساسية للضوء وإصابات العينين، وقد يكون من مضاعفات الإصابة بداء السكري. يمكن لأسرة الطفل إخضاع الطفل للفحوصات الروتينية لتقييم حالته وحالة الرؤية وسلامة العين لدى الطفل، وكل اختبار يقيم جزء من أمراض ومشاكل العيون، وذلك عن طريق أدوات وطرق متنوعة مثل توجيه أضواء ساطعة مباشرة للعين والنظر عبر عدسات مختلفة. كما سيسأل الطبيب عن التاريخ المرضي للعائلة وظروف ولادة الطفل وأي أعراض قد ظهرت سابقا على الطفل خلال مراحل عمره المختلفة وكيف تم التعامل معها، حتى لا تصبح مشاكل العين عند الطفل دائمة وتستمر معه. يجب ملاحظة ومتابعة الطفل باستمرار لتدارك أي مشكلة لضعف النظر مبكرا واستشارة طبيب عيون أطفال في أقرب وقت. وتختلف العلامات التي تظهر على الطفل على حسب عمره، ولكن من أشهر العلامات التي قد تدل على إصابته بضعف النظر هي ضعف التركيز وفرك العين المستمر والحساسية تجاه الضوء. وإذا كان الطفل لا يعاني من أي مشاكل في العين يجب أن يخضع إلى اختبار فحص النظر كل عام، ولكن في حالة وجود مشاكل في العين يجب المتابعة مع طبيب عيون الأطفال، حيث إن مشكلة ضعف النظر قد تؤثر على أدائه دراسيا ودرجاته، وقد يعاني من صعوبات التعلم بسبب عدم قدرته على المذاكرة والتذكر والرؤية بوضوح.
طبعا المفروض اكو هواي اماكن ترفيهيه تتواجد وتخصص للاطفال حتى من نريد نمنعهم من شيء اكو شيء بديل لهم مثل الحدائق او حدائق الحيوان او حتى اماكن نشاطات ترفيهيه يقدر الطفل يمارس هوايات شويه بدنيه بعيد عن الجهاز حتى يقدر. عندنا حجه بالمنع خليكم ويانا. ومن جديد رجعنا وياكم مشاهدينا. طبعا أكثر ما تبحث عنه العائلة بأيام العطل والمناسبات هو وين وشلون تقضي هذه الإجازة في ظل قلة توفر الأماكن الترفيهية. مثلا حديقة الحيوانات والألعاب قد تكون خيارات مناسبة جدا اللي عندهم أطفال ويريدون يسعدوهم، خاصة وأنه حدائق الألعاب أماكن مفتوحة وطبيعية وبعيدة عن صخب المولات ومراكز التسوق. وبشمالنا الحبيب وبمدينة أربيل تواجدت محمية الحيوان في المدينة إلى وعادة الحياة مجددا إلها. مشرق المنصور راح ياخذنا بسفرة سريعة لهناك ويشوف شنو أجواء المحمية. بعد إرجاء استقبالها للزوار لشهور خلت بسبب جائحة كورونا، فتحت حديقة حيوانات أربيل الجديدة أبوابها للزوار مجدداً. وتضم هذه الحديقة التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط بحسب القائمين عليها نحو 180 نوعاً من الحيوانات الأليفة والمفترسة، وتقوم على مساحة تقدر ب200 دونم تركت تضاريسها على طبيعتها، فضمت مرتفعات ومنخفضات لم يتم التلاعب بها. أنشئت الحديقة بالاستعانة بخبراء من ألمانيا وهي لا زالت قيد التطوير، لكننا مستعدون لاستقبال الزوار يومياً. تضم الحديقة حيوانات نادرة، ومستقبلاً سوف نجلب المزيد من الحيوانات من مختلف أنحاء العالم. نرحب بالجميع هنا. وتضم الحديقة 3 محميات طبيعية، حيث تركت الحيوانات حرة من دون أقفاص، ويسمح لزوار محمية الحيوانات الأليفة بالتجول بسياراتهم الشخصية أو بسيارات توفرها إدارة الحديقة لزوارها. أما محمية الحيوانات المفترسة فيتجول زائروها بعربات مزودة بأقفاص تحميهم من أي هجمات محتملة. يعني فتشي كلش راقي، وإحنا فعلا محتاجين بهالوقت الهيج أجواء وهيج أماكن خصوصا العائلة العراقية. يأمل القائمون على هذا المشروع الذي يقع شرقي أربيل أن يكون عاملا مهما لرفض السياحة في الإقليم ومتنفسا لأهالي المدينة وسائر زوار الحديقة من مختلف مدن البلاد. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. مهم جدا وجودك بيتر، مهم جدا انه تخلق العائله اجواء ايجابيه لاطفالها وتحفزهم وتخلق بداخلهم دافع للاكتشاف. وطبعا من ضمن هذه الاشياء مثل ما شفنا بالمحميه وبعيدا عن الشاشات، مو تهملهم ويكونون بعيدين وتلومهم على طرق تعاملهم وملء فراغهم. أكيد، لأن بالأخير هو طفل، فأكيد ما راح يقدر يميز الصح من الغلط واللي يفيده أو اللي ضره. مرات إحنا الكبار نحتاج، مو مرات، إحنا دائما الكبار نحتاج وقت للترفيه. يعني بسبب وقت العمل أنا دا أتخيل أسأل وقت طفل دي يتابعني يقول كافي دعوبون الخاطرة والله فكوا ياخا عني. وكجزء من هذا الترفيه ممكن تكون أسواق بغداد القديمة وجهتنا للتجول في زيارتها بالجمعة والعطل. وإحنا أصلا اليوم راح نشوفكم واحد من هذه الأسواق واللي هو سوق هرج، أحد أبرز الأسواق الشعبية القديمة. حلو، نشوف. يلا.
صباح الخير. اليوم احنا متواجدين بسوق هرج، هذا السوق القديم اللي عرفوه كل العراقيين. طبعا يرتاد هذا السوق كبار السن والمهووسين بالادوات الاحتياطيه، ومو اي ادوات، نلقى هنا حتى الشغلات المكسوره تنباع مثل هذا الفلك. راح نتجول بهذا السوق ونشوف شنو موجود به من تفاصيل. ابقوا ويانا. السوق هرج قديم من الاربعينات، وانا بالسبعينات لحد الان ابيع بيه اشياء قديمه، حاجات مال نحاسيه، حاجات تراثيه يبيعون بيها، واكو اشياء حديثه. سوق هرج بيع اشياء قديمه كلش، وكلام هواي يحجون يسمونه هرج، الهرج كلام يحجون هواي فسموه سوق هرج. مثل ما تلاحظ كل البائعين هنا جالسين بالأرض، هذا الشيء يدل على أنهم ميسوري الحال وجايين بس حتى يكسبون رزقهم ولو بشيء بسيط. أبهاتنا وأمهاتنا علمونا طريق العدل، بقينا على العدل. مدت الإيد صعبة، أبوي الله يرحمه أمي يقول مد إيدك بجيبك ولا تمد إيدك على العالم، وهذا شغلنا. كل ناس كسبة فقرة قاعدين بإيجار. أخذناكم جولة بسوق هرج، هذا المكان القديم مو فقط بتاريخه بل حتى بالأغراض اللي تباع به، وشفنا وياكم أشياء نادرة ما ممكن أن نشوفها بمكان آخر. كنت وياكم أنا علي مروان من داخل سوق هرج. شفنا طبعا خيارات ترفيهيه هوايه للاطفال وللعوائل بشكل عام، بس اكو شغله كلش يعني هسه من دا اقرا النص دا اشوف انه المتحف العراقي ليش العوائل هاملي برايك؟ يعني ترى زياره المتحف العراقي توسع المدارك للطفل، تنطي له بعد مختلف فعلاً تفكيره. فعلا تعرفين وثقافه ايضا. يعني المشكله وين؟ دائما المتاحف، انت مسافره وشايفه المتاحف بالعالم كله دائما قرب من عندها اكو اماكن اخرى لتكمله السفر الرحله او الرحلة. الطلعه. احنا يعني بصراحه المتحف هو فقط تروحين للمتحف، والوقت هو للمتحف ايش قد راح يستغرق؟ يعني ساعه أو ساعه مو صحيح؟ فالمفروض شوي اكو اماكن تحيط به حتى على الاقل من يطلع من المتحف ما يشوف الأشياء الأخرى. طبعاً اللي ما زار المتحف العراقي ضروري يزوره ويشوفه، لأن هذا المتحف يغطي تاريخ يعود إلى أكثر من 500,000 سنة قبل الميلاد، ويحتوي على مجموعات أثرية نادرة من حضارة بلاد الرافدين. طبعاً القطع الأثرية المصنفة حوالي 200,000 قطعة موزعة بين قاعات العرض والخزانات، كما يحتوي على مجموعات من قطع من الآثار الإسلامية بالعراق وآثار العصور الحجرية، وهو أهم وأكبر المتاحف العراقية. طبعاً هذا يأتي بالمرتبة الثانية بعد المتحف المصري من حيث التأسيس، ولا يقل عنه شأناً من حيث القيمة التاريخية للآثار اللي تمثل حضارة العراق وتاريخها. أما تاريخ إنشائه فيعود إلى عام 1923، وطبعاً كان محط اهتمام من قبل علماء الآثار والسياح من كل دول العالم، ويعد محطة مهمة للرحالة والمستكشفين العرب والأجانب، بمن فيهم الرحالة الكويتي يوسف الراشد اللي زار بغداد ونزل مجموعة فلوقات عن زيارته. طبعاً إحنا مثل ما قالت أكو كثير من الرحالة اللي يجوي، سواء كان الأجانب سابقاً بالسبعينات وبالستينات وحتى بالثمانينات والتسعينات، لكن بالفترة أوج عظمة الزيارات كانت بالسبعينات والستينات، كانت زيارات رهيبة لهذه الأماكن. نتمنى أنه نشوف زوار آخرين مثل ما بلش ويانا الرحالة الكويتي اليوم ويانا. نقول له صباح الخير ويا ربي تكون بخير وأينما تكون. صباح النور، الله يعطيكم العافية، وأنا سعيد جدا في تواجدي معاكم في هذا اللقاء. طبعا يوسف، احنا عرفنا أنه أنت في إجازة أو في سفرة في بلد ما، أكيد؟ هنا موجود في تركيا. احنا يمكن شوية نضايقك بزيارتك وإجازتك. لا والله بالعكس،
هي شرف والله. الله يخليك. زين شلون توصف لنا زيارتك للعراق؟ طبعا احنا اعرف الموضوع واعرف انت شلون جيت، فيا ريت شويه تحدث للمشاهدين حتى يعرفون اكثر عن زيارتك. ممتاز. بالنسبه حق زيارتي للعراق كانت الفكره اني كان ودي اشوف الاماكن التاريخيه والتراثيه في العراق، ولكن ما كان في يعني تغطيات واضحه بالانترنت، فقلت لازم انا اشوف بعيني الاماكن الموجوده في العراق. يوم رحت العراق تغيرت النظرة نهائيا. كانت النظرة أو الموجودة في السوشيال ميديا في الإعلام أن العراق ممكن بالوقت الحالي فيها حرب، ولكن على العكس من ذلك تماما. يوم زرت العراق شفتها بلد جميل، بلد الشعب متقبل، يتقبل السياح، الشعب يبيك تزوره. استمتعنا والله بكل لحظة في وجودي في العراق. يوسف، قد يتساءل البعض يقول لك أنا أريد أروح، يعني من أريد أروح أسافر أكو خيارات عندي للبلد وأكو مواصفات معينة هاي تخليني تجبرني أنه أروح لهذا البلد، وأنت عندك خيارات يعني أعتقد كثيرة واسعة بزيارة البلدان، ليش بلشت ببغداد؟ ليش بلشت ببغداد؟ لأن بغداد فيها أماكن تاريخية جميلة. يعني لما تروح أوروبا تشوف فيها اماكن تاريخيه، ولكن بالعراق تشوف لما تدش بالشعب نفسه، الشعب ما يفكر والله انا والله ابيك بس تشتري من عندي، لا الشعب قاعد يتعامل معاك كانك انت واحد منهم فيهم. حلو. اي فهذا الشيء جدا جذبني لزياره العراق. تمام. تغيرت الصوره قبل وبعد؟ شنو كانت قبل بكل واقعيه وبكل شفافيه، وشنو صارت بعد؟ صحيح، بكل واقعية. النظرة كانت قبل زيارة العراق كانت الفكرة العامة مو بس عندي، الأغلب الناس إن العراق في حالة حرب يمكن إيه. أكو خطر يعني إيه، أنا ممكن أو الحالة الأمنية ممكن تكون خطرة، ولكن على عكس من ذاك تماما. زين، زرت العراق من اسمعوني أنا كويتي أو مواطن عربي الكل قاعد يهلل ويرحب فيني. طبعا احنا نذكر زيارتك وشون حتى السوشيال ميديا تعاملوا وياها بطريقه حلوه، كانت بصراحه ايجابيه هذه الزياره الجميله. انا اريد اعرف يعني اضافه الى الاماكن الاثريه، انت رحت حتى الاماكن الشعبيه زرتها في بغداد. صحيح. يا ريت توصف لنا هذه الاماكن وشون كانت وشون كان التعامل بها. زرت انا شارع متنبي وشارع رشيد والقشله. انا زرت القشله في يوم الجمعه. فيقول لك اليوم الجمعة الناس تتجمع في الحديقة اللي داخل القشلة. نعم. الجميل بالأمر لما أنت تدش القشلة يعني تحس كأنك في فيلم تاريخي قديم والله، تشوف الناس واقفة مع بعض، تشوف في مثل مناظرات شعرية بالفصحى، هذا أول مرة أنا أشوفه بحياتي. نعم، معارض تشكيلية، فنون تشكيلية ومعارض وحفلات بالضبط. وكل شيء بالضبط، هذا الشيء أنا ما شفته بالعالم نهائيا إلا في بغداد. حلو. انت بس ما حكي على الشعبيه، الاماكن الشعبيه، هو راح انا ما اريد هو يذكر، راح الاماكن ومطاعم مطعم ابو احمد الدغاجي، مطعم شعبي. اي وقال لي لازم اشربك الشاي المفحم هذا والمفدر. اول مره اشربه شيء خيالي كان. شلون اكل ابو احمد؟ ابو احمد زين اكله؟ والله شكلت يمه، شنو اكلت؟ اكلت تمن اللي هو احنا نسميه عيش. أيه. بس العيش عندكم هذا طعمه ثاني، طعمه لذيذ. ايه وحط لي دولمه. ايه كانت لذيذه، وحط لي شيء شو اسمها؟ طرشانه. زين، خوش خيارات عندك. لبن شربت من هناك؟ لبن. ايه جربت اللبن، عجيب والله. زين، انت شفت التفاعل بالسوشيال ميديا على زيارتك للعراق، كونك يعني واحد من الفلوجرز الكويتيين اللي جوي للعراق، وهذا يمكن انت سباق بهذه الخطوه، شنو كان راي اهلك او اصدقائك؟ يمكن كانوا خايفين عليك، يمكن اكو ناس منعوكم بالزياره، شوي لو تحكي. سؤال جميل، سؤال جميل والله. الاغلب حتى في محيط الناس اللي تشتغل في السلك الدبلوماسي يقول انت شنو، ليش عندك رايح هناك؟ ليش ما ليش رايح العراق؟ شنو فيها؟ ما تخاف على نفسك؟ ما تخاف انت عندك عيال؟ فالنظره هذه انا للامانه النظره هذه تشكلت من عندهم بسبب
الإعلام والسوشيال ميديا. الأخبار لما تنقل أخبار عن العراق ما تنقل الجانب السياحي وجانب الترفيهي، تنقل فقط الأخبار السلبية وأخبار تتعلق في الحروب. صحيح. ولكن لما الواحد نفسه يجرب الشيء ويختلط مع الشعب ويشوف بعينه الأماكن هذه، خلاص تغير النظرة نهائيا. وبالفعل الفيديوهات اللي سويتها غيرت نظرة ناس كثير عندنا بالكويت، بالعكس ناس تشجعت انك بتسافر العراق. حلو. انت حلو. كم يوم بقيت؟ أربع أيام. احنا ندعوك. هي مو كافي بس ايه. ان شاء الله بالمرة ندعوك لزيارة اخرى. بس هذه زيارة ثانية راح نشوفك بيها اشياء اكثر، يعني اكبر واكثر واعمق، ويجوز كثير من الناس ما شايفيها. ودائما العراق هو بلد مفتوح لكل اخواننا الكويتيين ولكل اشقائنا العرب في غير دول. الله يحفظك. احنا نشكرك. شكرا لك. شكرا لك. نتمنى لك زيارة ان شاء الله جايه، يعني زياره حلوه، ونعزمك بعد مو بس يا ابو احمد، بعد نعزمك بمطاعم اخرى معروفه، ترجع انت وزنك زايد في 10 كيلو. الله يخليكم يا رب. شكرا لك يا رب. شكرا لك. الله يحفظكم يا رب. الله يسلمك حبيبي. اذا صراحه يعني دائما اي انسان في اي بلد يكون سعيد لما يشوف اكو سياحه في بلده. أكيد. واكو يعني توجه هذا التوجه المهم بالرؤيه لهذا البلد، سواء كان مكان اثري او مكان بنكهه معينه حديثه. بكل الاحوال الانسان يفرح. اكيد يفرح ويفتخر. مو بس هاي، احنا خلينا نكون يعني واقعين، احنا انقطعنا عن العالم العربي فتره كلش طويله، فاليوم من نعود وشويه الامور تتحسن. نعم. الوضعيه تتحسن، الجانب الامني هوايه فرق عن السنوات السابقه. نتمنى انه احنا ننشط عن طريق السوشيال ميديا ونصنع صوره حلوه حتى نقدر نجذب اخواننا العرب من اي مكان كانوا. وانا ايضا اقول انه ما نريد بعد نتشبث اكثر بايش قالت وزاره الثقافه وايش قالت وزاره الفلانيه، لان احنا هذا ملينا من عنده صراحه ويأسنا من عنده. خلي تكون توجه شخصي لكل الفنون، لكل المهرجانات الفنيه اللي ممكن تتاسس وتتواجد. ومثل ما شفنا العام الماضي صار عندنا مهرجان مهم اللي كان اسمه اوتنابشتم. هذا المهرجان اللي صار بدعوات لكل الفنانين يعني المهمين في الوطن العربي. حلو. وجوي كلهم زاروا، يعني من مناواصف الى كثير من الناس المهمين بكل البلدان العربية جوي وزاروا. هذا كان بشكل شخصي، لا وزارة ولا اي مؤسسة حكومية، بس مجرد جهود شبابية. حلو. طبعا احنا من السياحه الى محافظه واسط، واكو في المحافظه فنان كبير بالسن بس والعطاء ايضا، ده يرسم لوحات كلش حلوه من احضان الطبيعه. خلينا نشوف ابداعه. يلا. أنا بالنسبة للرسم مالتي أرسم الواقعي، والواقع الجديد يعني ما أرسم، ما أنقل بعض اللوحات إلا هذاك الطلب خاص أنقل اللوحات. بس أنا أمشي مثلا بشارع أقصة مثلا صورة أو أرسمة من مخيلتي، مو ما منقولة يعني اللوحات اللي أرسمها. فهل تشوف جاي تعجبي؟ دعوني بمعرض مصر، اجاني الدكتور رمزي وحسين البلداوي، دول فنانين كبار واساتذه، فقالوا لي نحب تشارك ويانا. وهذه احنا رحنا بحدود 50 فنان، اللي رحنا 35 والباقي ودزوا بس لوحات. فاجت لجنه، بالنسبه لهاي اللجنه فيها كبار الفنانين وهذا، ما يختارون اللوحه اللي مثل الفائزه والهذا. ما أعرف أنا يعني قلت رايح بس مشاركة، ما أعرف أنا من هذا. وإلى أن بالمهرجان نسوي الجسم وإجي وزير الثقافة المصري وصاحوا، يعني صاحوا بس ما أنا تفاجأت، حتى رجلي قام ترجم.
بالثمانينات، لكن قمت اروح عن بغداد، تعرف المتاحف والهذي، واسال اساتذه واشياء، اعرف الزيت، قمت الون بالزيت، ورحت يعني حتى اكاديميه فنون جميله هم فايق حسن، 6 محاضرات حضرت له، وظلت بعدين مستمر وياها، ظلت ادرس حتى لوحات عالميه ابا واظلها وضوها وخادي وانقلها مثلها. يعني انا حتى اللوحات العالميه استفاديت من عندهم بالنسبه للظل للضوء لها، واللوحه اللي ارسمها يعني احسب اكو انتقاد مثل ما اخلي بيها نقص. طبعا تدري بلال ايش قد اكو مواهب موجوده خاصه بالمحافظات، مثل هذا الشخص الكبير بالسن ورسمه المبهر، يعني شيء رائع، يعني شخص بهذه البساطه وهذه الاجواء البسيطه اللي تحيطه ويرسم بهذه الاتقان والجمال والالوان، يعني مو خلينا نقول شخص فايت معهد فنون ومتعلم وهذا، لا اكاديمي ولا شيء، صح. قيمه لوحاته وقيمه فنه تكون مميزه ومختلفه. إذن إحنا مثل ما قيمة هذه اللوحات مميزة ومختلفة، نتمنى أنه قيمة ما نقدمه أيضا تتميز، ودائما إحنا نريد نقدم الإيجابي والصورة المشرقة لبغداد والعراق. مع السلامة. مع ألف سلامة.